بونسوار ا توتي ا توس. الزول في اللون نايت ما يسمى الزول مقران. مرحبا اسوان، ان شاء الله ان شاء الله ديما 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 اتيليم لاباس. اسا الخميس 14 ديسمبر 2023، الساعه راهي 20:30 8:30. مرحبا بكم بور سيت بروميير فيديو دو سيت جورني بيان سور لا فيديو معكم اون ديريكت كما يقول الانسان. الوغ شفتو قبيل كلكو فيديو حطيتهم وكلكو تريك حطيتهم في سور لاباج فيسبوك، الناس اللي تبعو في لاباج فيسبوك. دوكا راح نتكلمو على لو سوجي اللي زدت تكلمت عليه البارح، هو لي مناس لي مناس كي باز سور نوتر بيي، التهديدات اللي تواجه الجزائر. و نتكلموا على كما قلت لكم البارح على مدام لويزا حنون اللي استقبلها الرئيس، وهذا الجزء الثاني باسكو دوك نزيد نسمعكم واش قالت لويزا حنون. لو بروبليم هو ان المسؤولين هذو والناس نتاع لي بارتي هذو على بالهم باللي الجزائر راهي كما قال واحد تتعرض الى تهديدات وتتعرض الى مؤامرات وتتعرض، وعلى بالهم هما على بالهم. وكاين السبب كما قلت لكم البارح علاش، كما قلت لكم قبيل شفت واحد البتيت فيديو اللي حطيتها قبيل، علاش رانا مستهدفين، علاش الجزائر مستهدفه، علاش اسكو رانا حنا اون بويسونس باش الناس يستهدفونا، اسكو حنا ولينا ليرون اللي راح يدير لا بومب اتوميك، اسكو حنا ولينا جو سي با، ما على باليش علاه الناس يستهدفوا فين، يستهدفوا في الجزائر الوغ كو حنا ما لحقناش حتى باش نمدوا القوت نتاع الشعب نتاعنا، ما قدرناش نمدوا الماكله للشعب نتاعنا اللي الناس مساكن خدامين خدامين، الناس تخدم وما لحقوش. ساعات نتكلم مع ناس اللي عندهم شهريات ويدخلوا ونقول لهم واش درتوا العشاء، يقول لكم ما درنا والو. علاه؟ يقول لك والله يا خويا ما عندنا، والله كان ما الحم غالي وكذا، قلنا بالك كل واحد دوك ياكل بحاجه وخلاص، واحد فرماج واحد، حتى اذا لقاو الفرماجه اذا لقاو، باسكو حتى دوك الفرماجه باش تشري فرماج لازم لك. بكري نعرفوا حنايا حتى الانسان كي يجوع قال روح شري دوباره، روح جيب واحده حمص ولا جيب واحده فول ولا اللي هو بلا ما يكون حتى الحق نتاع واحده فول. شكون تقدر انت دوك اللي يروح بالدجاجه كما قال واحد نتاع التريسيتي للدار نورمالمون يزغرتوا الناس نورمالمون يزغرتوا. دونك المشكلة واضحة، مي سامبلومون سامبلومون الناس المسؤولين كيما قال واحد ما حبوش يفهموا، ولا فاهمين وديروا روحهم ما يفهموش. نزيد نعطيكم مثال، واحد الوقت قال لك كاين واش يقولوا جيستيونير مدير نتاع مؤسسة يشوف العمال ماهمش عاجبهم الحال ويلقاهم ديما يوتوتو مع بعضهم وحكاتو خبار باللي المؤسسة مكان مكانو ما يحبش يدير لهم ريونيون. أيا روحوا الناس يجيبو يا جماعة، يقول لهم المدير هذاك يا جماعة يرحم والديكم، إذا شفتو وين هو المشكل قولولي وين هو المشكل يا ناس، وما يسكتو ما يحبوش يقولو. كل خطرة عشاق فوا يعاود لهم القصة هذه، أيا روحوا اجتماع يدخلوا الكل يقول لهم يا جماعة انتوما الحاله ما تمشيش، الشركه حابسه وهذيك منا ما تمشيش وهذيك منا، يا جماعه قولوا لي وين هو المشكل، وين هو المشكل. حتى النهار تشهموا على واحد السيد قالوا لي ولدي شوف هما خايفين مساخن، يقول لك كون انا نتكلم ونقولوا بلي ها هو المشكل راح يوقفني. تفاهموا لي سانديكا وتفاهموا هذوك، قالوا لواحد قالوا لي ولدي شوف الخطره هذه رحم والديك لازم نفري والو، انت تتكلم وتقول له وين هو المشكل. قال لهم يا ولدي انتم حبيتوا تحصلوني انا ومن بعد يوقفني ومنا، قالوا له شوف اذا وقفك نتوقفوا كل معك، ما توقفوا كل معك، مي لازم يفهم حاجه لازم يفهمها. دار لا ريونيون تاعو وجا كما العاده وقال لهم جماعه انا ما فهمتش عليكم، اشاك فوا نقول لكم وين هو المشكل وانتم ساكتين، انا ما عندي ما ندير لكم. هز واحد ذاك السيد ذاك يدو قال له سيدي المدير تسمح لي، قال له حبيت تعرف وين هو شكون المشكل؟ قالوا يا ماذا بيا؟ قالوا ماذا بيا؟ قالوا هذه هذو يامات وحنايا
نقول لكم يا جماعه قولوا لي انا نفريها، قولوا لي وين هو المشكل. يبان قال له سيد المدير اسمح لي المشكل هو انت. كيفاه انا؟ نعم سيد المدير، نعم انت، خاطر انت اللي قاعد تسير، وتسير هذا من اللي جبته لنا ما خرجش على الشركه، دونك البروبليم هو انت ماناش حنا. حنا كيما قلت لنا اخدموا رانا نخدموا، كيما قلت لنا اخدموا رانا نخدموا، مي البروبليم هو باقي هو هو، دونك راك انت هو المشكل يا سيدي المدير. حتى المسؤولين هادو راهو على بالهم باللي وين هو المشكل، مي ما تدخلهم منا تخرجهم منا. حاب بدات المشكل هو الشعب، بدات المشكل هو الشعب، نغيروا الشعب سيدي، نجيبوا شعب واحد اخر. تبعوا معايا الميزة حنون واش قالت سياد. فقط انا الحيت على كون السنه الجايه راح تكون مفصليه، واعتقد انه فهموا واش معناتها مفصليه، يعني مفصليه مع اقتراب موعد الرئاسيات. تكلمت معاه حول هذه المساله، انه ديجا في 2014 الاداره الامريكيه كانت قوات القاعده العسكريه نتاعها تاع المارينز في مورون دي لا فرونتيرا في جنوب اسبانيا، وقوات القاعده العسكريه نتاعها تاع المارينز في سيغونيلا بصقليه بايطاليا، تحسبا للتدخل العسكري في الجزائر بمناسبه رئاسيات 2014. فلما قرينا التصريحات وقرينا اللوائح تاع الصادره عن مختلف الهيئات الرسميه الامريكيه، راح وفد من نواب الحزب وقياديين للسفاره الامريكيه، وكان المفروض اني التقي بالسفير الامريكي، وطرحنا هذا الانشغال، يعني احتجينا وقلنا راكم تشوفوا في رواحكم في خطر في بلادنا. قالوا لا. قلنا لهم فلماذا إذن هذه الاحتياطات؟ قالوا لنا احنا القوة العظمى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، واحنا نتدخل وين ما نحب ومتى نقرر، واحنا عندنا الديمقراطية، وكل هيئة رسمية حرة في صياغة يعني قراراتها الى يعني بهذه الصلافة. ولما احنا احتجينا وقلنا انه لن نسمح لهم بالتدخل العسكري، لن نسمح لهم، وانا بعدين صدرنا بيان السفير نتاعهم الغى المقابله اللي كان المفروض باش تجري بيني وبينه. فوالا فوالا كما سمعتوا مدام لويزا حنون قالت لك انا قلت للرئيس، ذكرته باللي ديجا ان 2014 الامريكان كانوا شجعوا رواحهم كما قال واحد باش يدخلوا على علينا. مي سامبلومون قالت لك حنا مدام لويزا حنون تقول لك حنا ما نسمحوا لهمش، ما نسمحوا لهمش. سمحي لي يا مدام لويزا حنون، ما نسمحوا لهمش كيفاش؟ كيفاه نعيطوا لهم في التليفون قال ما تدخلوش علينا ولا؟ حتى العراق ما سمح لهمش يدخلوا عليه، حتى العراق ما سمحوا لهمش يدخلوا عليه، حتى ليبيا ما سمحوا لهاش يدخلوا عليها، ما سمحش القذافي. مي اسكو دوفون لا فورس اون ريزيست با؟ حنا ماناش ما نقدروش حنايا نكذبوا على رواحنا لو كان نقولوا باللي حنا راح نقدروا نحبسوا حنايا لي زاميريكان، ولا نحبسوا حنايا لوطون، ولا نحبسوا حنا الدول العظمى هذه، ها نحبسوهم. وقال ما تدخلوش علينا، ولا ما ولا لو كان تدخلوا علينا رانا حتى حنا نناصيكم، حتى حنا نضربوكم، ولا حتى حنا جو نو بونس با، جو نو بونس با. دونك حنا على كل حال حنا اللي شتا عندنا جيش قوي الحمد لله، جيش نتاع ولاد الشعب، يعني اللي نحييهم كل الجيش الوطني الشعبي كامل، نحيي كامل الدرك الوطني، كيف اسمه القوات الامنيه كامله نحييهم بيسيور، نهضر على الفحوله على الرجاله، خاطرش كانوا في وسطهم ناس اللي نتاع صلاحهم نتاع هذوك ما تكلمش عليهم، هذوك ما تكلمش عليهم، وخساره فيهم يكونوا في الامن، خساره فيهم يكونوا في الامن بارتو ثاني نعرفوهم. هذوك حنا ما نتكلموش معاهم، حنتكلموا على ولاد الرجال الفحوله اللي تشتي البلاد، اللي لابسين اليونيفورم على جلد البلاد. هذوك وي هذوك الناس اللي عقب لانتيري تاع البلاد قبل لانتيري نتاعو تلقاهم ساكن ديما خاطين. مي هذوك الناس المتيارين وهذوك الناس اللي يحس في روحو كي يعطاو له لا تونو راح يرجع كيما قال واحد يهدد بها في الناس ويدير فيها، هذوك حنا ما نهضروا معاهم، ما ندورو بهم، ما على بالنا بهم، وخساره فيهم يكونوا في جهاز كيما هذا. على كل حال اوريزمون كو يتعدوا على الاصابع الحمد لله. نحب نجاوب المدام لويزا حنون ونقولها كيما يقولوا الناس، يفودري بريفنير ميو كو غيرير،
بريفنير ميو كو غيرير. كيفاش البرد الحال برا، برد الحال برا، ويتخمو لكون دوكا البرد لا برد الحال ها دوكا راهي تقريبا قريب تسعة تسعة ربع تاع الليل ها دوكا انا نخرج هكا بالكوستيم لبرا مع البرد هذا اللي طايح مع قداش هي موان دو ولا موان ان ولا ما بيش قداش لبرا، ونخرج انا دوكا في الكوستيم ونجي رايح ها يضربني الهواء، يضربني الهواء واش ندير؟ نروح للطبيب ونشري الميديكامون ونشري هذيك ونشري هذيك. علاش ماهوش ندير الاحتياط نتاعي خير قبل ما نخرج نضرب فيها كيما قال واحد مونطو خشين وكيما قال واحد وكاشني و كيما قال واحد وندير ان بوني مليح وكذا من هنايا ونلف روحي مليح ونخرج. سي سا بريفنير ميو كو غيرير، يعني الانسان يحافظ على روحه. حنا لازم نحافظ على روحنا، بيش نحافظ على روحنا حنا دوكا بعد نبعثوا الصواريخ للامريكان يسمى راح يسمى راه صاي حتى ما نقدروش حتى نبعثوهم ما نقدروش يسمى راح شغل واحد راح الكروكوديل يدخلها في وسط الماء ويتهاش معاها ها دونك الكروكوديل ما تكانش يلعب معها تخش في الماء كات ما يلقاو الا القش نتاعك كي طايش. دونك واش لازم نديرو كيما قلت لكم اختلافات الا غالب حنا التهديدات هذه كامله ماناش حنا اللي مو الشعب اللي دارها، شعب خاطي شعب مسكين حشيشه طالبه معيشه كيما يقولوا الناس أو قاعد يحوس على طرف عدس يحوس على طرف الحليب طرف زيت مسكين وهاو قاعد الشعب الشعب خاطي الشعب. اسكو قوات الامن هما راحوا داروا مشكل؟ لا قوات الامن قاعدين في الكازان نتاعهم هم ساكن حتى هما يعسوا على البلاد وراهم يحافظوا على الامن تاع البلاد. شكون هاد الناس اللي وصلونا اليوم حتى يوليو الناس يتهدوا علينا وماهوش غير دوله واحده دول كامل تهدد تهدد فينا ونوليو حنا اليوم نعتوا فيهم الصبع هاي المغرب هاو العدو الصهيوني هذو اسرائيل هاي اسبانيا هاو فرنسا هام الامارات هام السعوديه نبداو نعتوا فيهم. شكون اللي وصل هاد الناس هذو هما المسؤولين على الحكومه الحكومات اللي راحت وجات هما اللي وصلوا الجزائر هذا الشيء اللي رانا فيه. لو كنا ملاح مع ليزامريكان وكنا ملاح مع فرنسا وكنا ملاح مع الاسباني وكنا ملاح مع خوتنا المغاربه وكنا ملاح مع كانش حتى ولو كنا نكون عندنا ان بي برك واحد برك ما نتفاهموش معاه ما تجينا ماهوش يعني حاجه كبيره ما تفاهمناش معاه ما تفاهمناش معاه هذاك لو بي يشوف روحو وحده واحد ما يعاونو يروح لفرنسا تقول له فرنسا يا اسمح لي يا اخي العزيز انا ما عندي حتى مشكل مع الجزائر يروحو ليزامريكان يقول لهم نو 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 حنا الالجيري نعرفوهم ناس قاعدين يحاربوا في الارهاب وسي فري ناس حاربوا الارهاب وناس كانوا ديمقراطيين ونعرفوهم وحنا بعد ساعدونا حنا ما نضربوهم ما والو. يروحوا للمغرب يقول لهم المغرب واش بكم هذا انتم مرض انتم باش تقيسوا الجزائر لازمكم تقيسونا حنا حنا هذو خوتنا هذو. دونك كي ظهر الفرد ام بي برك اللي ما تفهمناش معاه سي با الاخر اسرائيل يا اخي بيني بين اسرائيل انا علاه ندير معهم عداوه كما قال لك المغاربه خاوه خاوه ماناش عداوه سي نورمال علاه يا خويا ندير مشكل مع اسرائيل انايا واش عندي بيني بين اسرائيل باش ندير معاها مشكل انايا. قال لك حقه يا خويا حنا على قضيه فلسطين وفلسطين راح نولينا فلسطيني اكثر من الفلسطينيين وعلاه اليوم تحسبوا باللي فلسطين راهي في الحرب مع اسرائيل راكم غالطين راكم غالطين فلسطين ماهيش في حرب مع اسرائيل. الشعب الفلسطيني راه قاعد ما هضرش على غزه اللي حكموها للتيروريست لا اسمح لي غزة عندها قبل ما يضربوا كيف اسمه ما قبل ما يدخلوا في المشكل مع اسرائيل ديجا ما تفهموش مع السلطان تاعهم صارت لهم كي نتاعنا حنا كيما جماعه الفيس سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز. خرجوا وحدهم داروا حكومه وحدهم قريب يقسموا فلسطين على زوز. دونك فلسطين الشرعيه اليوم ماهيش في الحرب مع اسرائيل وقالها الرئيس ابو مازن رئيس ابو مازن رئيس نتاع فلسطين حب اللي يحب واللي مكره كره باسكو هو اللي منتخب منتخبوه هو ما انتخبوش مشعل ولا انتخبوا هذا هنيه ولا الاخرين هذوك بارتي بوليتيك. اليوم شكون اللي راهو في الحرب بارتي بوليتيك ميم با بوليتيك ان بارتي هز السلاح ضد اليهود ضد النظامية ضد اسرائيل. بصح الشعب الفلسطيني بالحكومه نتاعو بالرئيس نتاعو ماهمش في حرب هم قاعدين يستناو كيما يلقاو حل كما قال واحد
بلي نيغوسياسيون بالسلم راهم يحوسوا يلقاو تهضر معاهم يقول لك احنا نحبوا اسرائيل دير حكومتها ودولتها وحنا نحبوا نديروا دولتنا وحكومتنا وهذا هو كيفاش هذا هو المنطق. عندك الناس اللي راهم يسمعوا فيا درك الارهابيين الدواعش اللي مغلقين المخ نتاعهم مغلق هذا يقول لك نو هو اسرائيل نحيوها من الوجود نحيوها من الوجود واش بيك انت معيط على روحك انت يا وها واش كاين انت ما على بالكش باللي ربي راه قال هذو بني اسرائيل هذو راهم خانوا العهد وراهم او جاي وقت وين نقضيوهم اي جاي وقت وين خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود الناس رشاو الناس رشاو وهو يقول له خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود انتوا ما على بالكمش يجي نهار وين الحجره تتكلم يضرك وراها يهودي تعيط له يا مسلم يا مسلم هاو اليهودي ورايا روحوا قتلوا شوفوا ديك الهضره نتاع لو كان تحكيها لولاد الصغار دركا يضحكوا عليك والله غير يضحكوا عليك هاي يا سيدي قسما عظما يا لو كان تحكيوها لطفل صغير في عمره 5 سنين غير يموت عليك بالضحك حتى هذا حوايج هذو ما عبريش لي مشكول يمنهم الا الانسان كي ظل امبيسيل يمن شي هذا امبيسيل يمن باللي جيش محمد سيعود كيف جيش محمد هذا عنده ملايير السنوات رشاع حتى لو كان نروحو ما لقاوش حتى الاطراس نتاعهم يرجعوا فوز دي مالاد نتوما كيفاش تمنوا نتوما باللي الحجره تتكلم وهاو اليهودي ورايا اقتلوا فوز دي مالاد الناس اللي يمنوا هالشي هذا الله يسهل عليهم على كل حال حنا ما نجموش ندخلو لهم في المخ نتاعهم بالذراع دبر راسهم الله يسهل عليهم دونك نمشيو باش نكملوا ونقول الشيء اللي قلناه هذا هو الصح يا مسؤولين لازمكم تسلموا المشعل وتسلموه للناس اللي راح يقودوا الجزائر الى بر السلام اذا سلمتوا المشعل لبن فارينا يا توار توار اذا سلمتوا المشعل لهذو البارتيات هذو اللي راهم دوكا في الساحه اصحاب صحاب وي هذو هذه غير قعده مشي تبون نتا برك خلينا نقعدوا تقعد نتا ويدخلوا في حيط وخلاص سي با لا بين لازم تجيبوا ناس وراهم موجودين هنا في الجزائر قال ولدي ارواح تفضل هاك روح خويا حنا نعاونوك حنا نبعدوا من هيت وكش ما كان حاجه رانا هنا موجودين نعاونوك اللي يقيسكم يقيسنا روحوا خدموا البلاد ديجا كيجيو هاد الناس بعد ويحكموا السلطه ويكونوا في السلطه les américains les français les marocains tous les gens israël يشوفوا الناس هادو حكموا السلطه يجبدوا كل مارشاليير يجبدوا كامل مارشاليير ماهوش يجبدوا مارشاليير باسكو يخوفوا منهم راح نبعث لهم الصواريخ ولا كيما راهم يخموا الناس اخرين مراض نو على بالهم بلي الناس هادو ديمقراطيين هاد الناس هادو نتاع السلم هاد الناس هادو يحبوا البلاد ويحبوا ماليهم ويحبوا الشعب نتاعهم يعيش وراحين يوليو يعدوا البلاد ونمشيو الى بر الامان اذا غير نبقاو كيما هكذا كيما تقول ميزة حنون ما نخليوكمش والله يا مدام سمحي لي والله ما تقدري ديري والو والله يا مدام انا وياك بعد حتى لو كنجي معاك والله ما نديرو فيها والو خطراش يقولك الناس خاف من ربي وخاف من ما يخافش ربي هاد الناس هادو اقوياء هاد الناس هربوا علينا بعيد ما هربوش علينا بالقران ويجوز لا يجوز وقال الله قال الرسول نو هربوا علينا بلا تكنولوجي هربوا علينا بلو سافوار بالعلم بلا سيونس طلعوا القمر داروا لي ساتيليت بنوا كلش كيما قالك ويزا حنون قال لها قبيت نتاع لي زاميريكان حنا ندخلوا وين نحبوا ونديروا وين نحبوا علاش باسكو سو سون لي جوندارم دي موند حبينا ولا كرهنا فوالا نقول لكم قيم دير هنا من بعد اذا كاش ما كان دوطخ زانفورماسيون ان شاء الله نرجعوا نمدوهم وإذا ما كانش إلا غالب كما عادة نقول لكم تصبحوا على خير يا دوما إن شاء الله إذا ما رجعت لكمش من بعد